بفضل ما جاوب يعني مش حلوه مني جاوب. <applause> Welcome back to the fifth quarter powered by LBA. Today's guest is إي Rizik aka محامي اللعبه. ثانكس كيفك؟ منيح تمام تمام ميرسي انه قدرت تجي اليوم ميرسي لكم على الاستضافه كيفه ميشو؟ بجنن لو عرف انه انت كان اكيد اجا معي اخي خي وين عم بيلعب هلا؟ ام 13 لا اذا ماني غلطان بين سين جوزيف مدرسته بين ام 13 ما بيقضيه مطرح واحد لان بده يعمل له ست ساعات بالنهار ف أنا سمعت أنا سمعت جريت بروسبكت هوبفلي ان شاء الله يضل حبيبها هالقد ويضل سيريس انف بالتمرين يعني مزبوط مزبوط هي ستن سو so, وقت قدامه بس بده يضل عم يتطور بشكل بشكل تدريجي يعني عم بتفكر تبعته لبرا او ما بعرف قرار صعب بكير لوقته هلا مهم يمشي الخطوات تبعه هلا يكونوا منيح سو so, ان كيس طلع باله يروح لبرا يكون جاهز مثل ما انت عملت دي اه 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 كان بدي اسالك وانت الكارير تبعك ليك صرت 45 ثانك جاد كل يوم بشكر الله انه اتليست بعدني قادر uh, قادر العب عم بلعب مع مع جروب محامين اصحابي ببطوله الشركات ما بلعب باوفيشال تورنمنتس okay. بلعب بفريندلي وانز واباف 40 كمان عندنا هيك جروب مهضوم بالام 13 بنلعب فيهم سو بنضلنا نتحرك يعني انت بتعرف وبكره مع الوقت يعني هلا بتعرف من ربيع من بيك وكل هالجيل نحن معودين نلعب كثير صرنا 40 سنه بنلعب اذا ما لعبنا يعني بيتغير شقفه كثير كبيره من حياتنا مزيد. يعني انا وقت ما العب بصير شخص ثقيل يعني انا مصلح المجتمع انه العب ايه وبيفكروا على طول انه they're young السبب الكبار في شيء جواتك في انرجي معينه اذا فضيتها بهالمطرح بالذات بتعطيك satisfaction ما في شيء ثاني بيعطيك اياه سو اذا بفهم عليك غير انه انت امين عامل الاتحاد كمان محامي رايت؟ right? او في غير قصص لا الحمد لله منيح الحمد لله منيح بس بعد uh, is a إلك تكون أمين عام اتحاد أو بتاخذها أكثر as a, passion? هي بطبيعتها هي it's a volunteer work وهي باشن أكيد بس with time وقديش صار بدها مجهود يعني قديش حطينا تقل فيها وقدمناها للعبة صارت ايه بتاخد بتاخد قسم كتير من الوقت من المجهود من الملاحقة المتابعة يعني كل ديتيل بده شغل كتير منيح تيعطي طيعت... تيعطي جود good product. اكيد وهذا الشيء احترمته كتير بالايكيب تبعكم لازم اقول لكم انه ثانك يو سو ماتش I'm ريلي really impressed انه على البودكاست قديش تحضروا قديش عم تكونوا بروفيشنالز قديش صار لكم اكثر من نص ساعه بتظبطوا السيت اب وهيك uh, That's the good way to have a good work. ثانك يو سو ماتش شربيل وهلا عم نشوف انه هلا عم نقرب على الصيفيه وفي الاولمبيكس جايين يس yes. آه شو الاستراتيجي اللي حنفوت فيها؟ هلا بدنا نبين باحسن ايمج ممكنه بالبري اولمبيكس مزبوط ونكون كثير ريزنبل انه حظوظنا انه نتاهل هي كثير مينيمال اوكي سو بيسكلي ما راح نحط بريشر زياده عن الزوم I'm او نقعد العالم بشيء اولموست يعني ما بحب اقول كلمه امبوسيبل بس هو فيري تاف اند هارد سو so بيسكلي يعني الوجهه الاساسيه انه مثل العاده نحترم حالنا الى اقصى حد ونبين باحسن ايمج ممكن مزبوط. انه صحيح ضد فرنسا مثلا ما كان يعني كان توقعات طو... نربح كمان كثير مينيمال بس ما حدا في يقول انه معطينا ايمج كثير حلوه بترفع الراس اكيد اكيد هيدا هو التارجت طبعا اوكي وبلكي تشوف هيك نيو فيسز او اتس اب تو ذا كوتشينج ستاف اتس نوت يعني It's not it's not something I'd like to interfere يعني أكيد. يعني نحن كاتحاد بنحط ثقتنا بمدرب بجهاز تدريبي وهالقرارات هول بالاختيار وهيك بيعودوا لهم بشكل حصري من بعد ما نجرب بنفوت بالاولمبيك شو واتس لا. بده يرجع يمشي السيكل كله بالنتيجه يعني نحن ما عم نوقف يعني اذا في بطوله اسيا بدنا نروح وبدنا هذيك المره طلعنا تانيين بدنا نجرب نطلع اول اكيد مطرح ما يكون في بطوله عربيه بدنا نكون عم نشارك اكيد مطرح ما رح يرجعوا يبلشوا الويندوز والتصفيات من اسيا لكاس العالم رح نكون على طول بجهوزيه يعني اخر شيء المنتخبات الوطنيه هي فرق الاتحاد نحن بالبطولات المحليه بهمنا نعمل برودكت حلو بهمنا نامن فير كومبيتيشن بين الانديه وصحتنا قلب بيربح ما بيعنينا مين بيربح اكيد بينما المنتخبات هي فرقنا يعني هدول نعطيهم كل اهتمامنا نتابع كل تفاصيلهم تنفرجي احلى صوره ممكنه عن لبنان مزبوط مزبوط و وات دو يو ثينك انه شو شو انه واتس لاكينج للمنتخب ليضل على uh, اذا بدك الالون اللي اخذه هلا ماني شايف في شيء لكن الحمد لله يعني بتخاف يوجولي من انه الجمهور يكون مش حبك which is not the case مزبوط. يعني الشعب اللبناني بكامله أعطاه امل هيدا المنتخب وبيعني له كتير بتخاف انه ما يكون في مواهب طالعة which is not the case بتخاف انك ما تكون شاغل على الفئات العمرية تبعك لو منك انك شاغل ما كان راحوا اندر 16 واندر 18 على كاس العالم سو so بيسكلي هالفلو هيدا المضبوط انت عم تشتغل من تحت طلوع بقى مشان هيك انا كتير متفائل للمستقبل يعني هالقلب اللي بدهم يقلبوها بالنتيجه اللعيبه من جيل لجيل كيف رح يسلموا هالشالة انا كتير متفائل انه رح نضلنا كل الوقت باذن الله عم نطلع طلوع ان شاء الله ان شاء الله لانه بنشوف مثلا بكاس العالم شفنا لاتفيا which is uh, a country بفتكر عندهم 4 uh, million people مثلنا وشفنا شو صار يعني سو so... ايه صحيح بس يعني على <applause> طول بحب اقولها بس خبروني عن لاتفيا بس انه لاتفيا ما مرقت ما بال بال الخضات <applause> يلي يلي نحن كل الوقت بنقطع فيها ما مرقت بال بالفاينانشال كرايسيس يلي يلي قاطعين فيها صرنا خمس سنين ما بعتقد قاطعه ولا بلد بالعالم نحنا عندنا كريدت اكثر من لاتفيا نحنا نحن عن جد وي ونت اجينست ذا فلو وقدرنا ب... يعني ب... بسحر ساحر ب... ب... بمعجزه انه نقدر نشقل لعبه الباسكت عكس كل شيء بالبلد يا حو ماشي هلا يعني نحنا فينا نقيم انا وياك اذا اليوم بيقولوا العالم شو احلى شيء ماشي بلبنان احلى شيء هو الباسكت الباسكت وبالتالي آ... التحدي اللي نحن فيه رغم عدم الاستقرار على كل الموازين هون بفرجي انه الباسكت ماشي بالطريق الصحيح الحمد لله الحمد لله يعني مش الكريتير هو قد عدد السكان بس انه بدنا نشوف كل الستاتيو تبع البلد نشوف كل الكونديسيون المحطوطه فيها وعلى واحد يقدر يقيم مزبوط. مزبوط. يعني ما انه بلد فيه 4 مليون وفي قدهم مهجرين قاعدين فيه يعني بده واحد يشوف الشيء بده يشوفه كله <applause> اذا بتشوفه كله ببين عليك انه الظروف سوداء عم تقدر تعمل منه برودكت ابيض طب عكس السياسه <applause> <applause> شو عم بيعطيك هالجايف بس من اي ناحيه يعني بالناحيه انه انت هلا بفتكر ما بعرف كي انا كتمنى كتير كثير بوليتيكال وبفهم بفيهم بس بتخلص السنه uh, الجاي انت يور uh... لا نحن uh, نحن رح اقول لك كيف الاتحادات على كل العاب اولمبيه بس تخلص الاولمبيك جيمز كل الاتحادات مجبوره تعمل الكشنز الكشنز اكزاكتلي سو بيسكلي هي الدوره هي دوره من اربع سنين اوكي okay. بيخلصوا الاربع سنين باكتوبر بي, بي, نوفمبر بي بيخلصوا سو so بيكون في انذر الكشنز يعني اكزاكتلي سو انت عم سو بيسكلي انا ماي كويستشن از شو عم بيخليك تعطي هالقد للعبه uh, لنضلنا يعني انه you know, بالنهايه شعب الرزه از هير فور فور ييرز فايف ييرز هي فور ييرز فور ييرز صار لي ولايتين يعني انا اتس ماي ايث يير اوكي اه اوكي اوكي صار لي ولايتين اند يو جايز ار تشاين تو بيلد تو ستاي اند ذا لونجست ليك هذا القرار بالنتيجه انا حاطه من اول نهار مع بريزيدنت اكرم اوكي okay. اذا اخذ القرار بالاستمرار بنستمر يعني نحن اكيب مع بعضنا بنحب يعني جامعتنا المحبه جمعنا انه جينا شفنا كل شيء بيعملوه سياسي بالبلد عملنا عكسه اوكي يعني نحن مبعدين السياسه والطائفيه والفساد وكل الامور اللي وصلت لبنان لهون نحن عملنا عكسها مشان هيك تحسنت لعبه الباسكتبول أوكي. مزبوط. هلا بيجيك وقت الانتخابات اكيد وقت المصاعب وقت يكون البلد تحت الارض وقت يكون ما حدا بيطلع فيك بتاكل القتله لحالك قبل الانتخابات بكم شهر بيبيعوا الاطراف اكثر شيء السياسيين والله شوفوها صارت منيحه وصاروا مفكرين انه الاتحاد مثل قاتو كل واحد جاي ياخذ جاي ياخذ شافته آه. فهي مش هيك وانا ندائي الاساسي يلي عم نحكي فيه كل الوقت بليز يبعدوا السياسه عن الباسكت يبعدوا الطائفيه عن الباسكت يبعدوا كل الافات يلي دمرت البلد عن الباسكت لو نحنا اشتغلنا سياسي وحطينا طموحنا السياسي وكل واحد شو شو اي اي احزاب بحب وبحبس وكذا لو جينا فوتنا هالامور على الباسكت ما كنا قدرنا نعمل نتيجه مزبوط فانفورشنتلي كل ما اجت الانتخابات بيرجعوا في عالم بيجوا تاخذوا هالبيسز في عالم التجار بيحبوا يعملوا معارك تيستفيدوا من المعارك هدول بيناموا ثلاث سنين ونص على القد يعني بتحط لهم المنبه تلاقيهم غفوا ثلاث سنين ونص هلا ببلشوا يطلعوا لك على الفيسبوك بيعملوا شعارات وكذا وهن تاريخهم اسود يعني ببلشوا شعارات واخبار يجربوا يشحنوا بعض الناس ويقدروا يخلقوا معارك وهميه بتضيع الافورتس تبع اهل اللعبه على معارك ما لها معنى، لازم هالانرجي اللي تنحط هناك تنحط لمصلحه لمصلحه اللعبه كرمال تقدر على طول تكون عم تتقدم، انا بعتقد بعتقد انه هالمره الاعيبهم والطرق تبعهم ما تمشي، يعني صارت الانديه والناس وكذا اوعى من انهم ينجروا ورا هالاشياء وبيشوفوا مين عم يشتغل ومين لا مين عم مين عم يتصرف صح مين لا مين عم بيكون كريديبل مين لا وعضو هن بيقيموا بقى بلا نحن اذا شاء القدر لسبب او لاخر انه يقرروا انه نحن ما عم نشتغل نحن مش متمسكين بشيء نحن جايين نعطي بشيء ناخد okay. اخر شيء بنبرم اكرم وانا وضميرنا مرتاح اني نحن اشتغلنا كل الوقت as if the following day the next day is our last day مزبوط so اي اي نهار بيقتضي الامر انه نتسهل نتسهل نحن وراسنا مرفوع وضميرنا مرتاح مزبوط ليتس جو باك شوي على الباسكت yes. يس شربيل أم... ما مشكلتك انه هول حكيتك فيهم اذا ما بتحكي فيهم بيرجعوا بمدوا ايدهم على الباسكت وبترجع بباسكت كانوا مستلمين مزبوط. مزبوط ما نحن شفنا شو عملوا استلموا الباسكت قبل مزبوط قعدنا قضينا خمس سنين من من ولايتنا تغطينا 3 مليون دولار كسر من وراء الخيارات ومن وراء الامور من هالنوع مزبوط مزبوط كان بدي اسالك سو so, كل ابيزود عم نحكي عن هالشيء الفورمات تبع الليغ هالسنه يس yes. 3 بلس 1 وال 2 2 بلس 1 وال 3 على الملعب يس yes. uh, شو رايك بهالسنه؟ ليه كتر خير الله بيني وبينك عملنا كتير ستاديز وحكينا اذا بتتذكر الوقت مره حكينا انا وياك حتى مزبوط فيه. وحكينا مع كل اللعيبه ومع كل الانديه وكان عندنا كونسيرن لعيبه المنتخب وعندنا كونسيرن الانديه وعندنا كونسيرن تي في وعندنا كونسيرن الاودينس يعني تو ماني كونسيرنز بتذكر بس في قرار اخر شيء وقت تكون بسده المسؤوليه في قرار بدك تاخده وتتحمل الريسك تبع اخذته اظن انه بعد كل شيء صار واذا بنطلع على النمبرز وعلى الستاتس بنشوف انه البوينت ديفرنس كان 12.6 ذس سيزون <applause> بطل 50 <شمسين. تصفيق> <applause> وبتطلع حتى اللي كانوا عم بيقولوا انه لا فري ان فير وكذا الاربع فرق اللي وصلوا هن 2 بلس 1 مع المحافظه على اللاعبين المنتخب مع عكس ما العالم قالت مع روكيز برزوا وهن وفرقهم معهم 3 يعني اول ان اول اي بليف ات واز ا سكسس صار هلا وذر وي نيد تو ادجست او نفوت عليها هيك ماينر تشينجز او لا صراحة عم نفكر عم okay. ندرس okay. بعد ما خلصت يعني بعد ما خلصت البطولة تنقدر نجزمها بشكل كامل بس إن كيس it needs any adjustment ما رح نكون يعني نحن ما رح نخاف انه نعملها. yet what we did is satisfactory. اكيد انا أه. انا بوافقك صراحة I was just curious لو نحن مثلا for example انا لأنه كنت مع الشانفيل لو نحن وصلنا فاينل uh, 4 كان بدي اشوف هال adjustment اللي كانت حتصير. يمكن بس لا مش عبره انه هي شو الفكره الفكره يكون في افير كومبيتيشن الفكره يكون بطل فيها الديكالاج بين الفرق يبطل أكيد. في 40 بوينتس ديفرنس انه ايه نورمالي رح تكون احلى سيري هي الرابع والخامس بفاينل 8 اكيد الرابع والخامس رح يكون احلى من الاول والثامن سأبتو انتم الهومنت من ات ادس اه مش هيك بس انه كانت سيري بتاخذ العقد يعني وتحيه لاداره الهومنت وتحيه لاداره الشامبيون مزبوط عطيو سيري بتاخذ العقل ما حدا حس فيهم باحلى مظهر كانت يعني الحمد لله هلا بتقلي يمكن احلى الفاينل 8 ايه تكون 3 بيست اوف 5 بدل 2 بيست اوف 3 يمكن هيدي السرية تبعكم yeah. انه اي نو شو عم تفكر بعتقد بتقولوا انه ميبي وي شود هاف هاد وان مور تشانس ميبي مزبوط فاين هول الاشياء الصغيره واحد بيرجع بيشوفهم اذا اذا بفهم عليك هدول القصص الصغيره اللي معقول يكونوا تغيروا السنه الجاية؟ هيدا عم بحكي اتيت بيرسونيل اه طيب اوكي 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 اخر شيء في اتحاد في يعني البورد يعني في البورد يعني بعد ما غمقنا كتير بس بس احكي هيك مان تو مان انا والشباب اوكي كلنا ساتيسفايد سو ما بعتقد وقت تكون عندك شيء ناجح انه بتجي تضربه من جذوره اي دونت ثينك اتس اتس وايز اكيد اكيد هيك بشعر Talk, talking اباوت مان تو مان كيف الريليشن انت والشباب يعني لعيبه بتجنن يعني نحن تقريبا اون ويكلي بيسس نحن بنتواصل مع, مع 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 معظم اللعيبه خصوصا لعيبه المنتخب او اللعيبه مثلا الروكيز اللي عن جد بدهم دفشه يعني علاقتنا فيهم ومع الانديه علاقة عائليه يعني بتعرف من حالك يعني نحكي معكم بدون كفوف يعني أكيد. نعتبر انتم مثل اولاد اولاد الاتحاد وهذا الشيء كثير كثير بيفيد على صعيد الانديه وعلاقتها مع النوادي والاتحاد وكثير بيفيد كمان على صعيد المنتخبات كل العالم بيكونوا بجو ألف الفي كتير حلو بضل الكومبيتيشن تكون كتير حلوه وقويه على الملعب بس كل العالم بتعرف انه عايشه بكوميونتي وحده بفاميلي وحده أكيد. أه اكيد 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 وات واز يور فيفورت مع الفدريشن مع الاتحاد؟ أه بعتقد أه يعني واحدة من احلى اللحظات كان أه وقت غير وقت تأهلنا على كاس العالم لانه بتتأهل على كاس العالم ببطء يعني أكيد. اذا بتشوف ذا هول بيكتشر بتنبسط انك تأهلت على كاس العالم بس انت ما بتلعب جيم وبتروح على كاس العالم يعني بتكون سيريز وتصفيات شو بتعرف أكيد. حالك بتعمل بلس ماينس أكيد. اكيد اكيد بموت شوي رونقها بطولة اسيا اسيا أكيد. انه يعني كان كل جيم نقعد نبكي Yeah. يعني كان كتير حلو شعور ولا احلى من هيك لانه السيركمستانسز اللي كنا فيهم قبل الروحه yeah. يعني بين الكرايسس وبين كورونا وعلي مراح كان بوزيتيف ورجع لحق الشباب وتظبطنا انه ايه بنروح لا ما بنروح بنروح بيانكس لا بيروح المنتخب يعني كل هالاشياء كيف ترجمت بعدين وصلنا لعبنا فاينل مع استراليا وكنا على صغيره رح نربحهم كان شعور لا يوصف يعني البلد كله انه هلا بس خبرك عنه بتاثر أيه. يعني اتس أكيد. سامثينج أكيد. أكيد. اكيد 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 ولا احلى من هيك اذا يعني بيعرفوا العالم مثلا كيف سافر علي حيدر والتحق قبل الماتش الشهير يلي عمل فيه البلوك شوت حسمت الجيم ضد الاردن ايه علي كان بدنا نسافره وكنا عم نعمل له بي سي ار افري سنجل داي لانه كان بعده بوزيتيف بوزيتيف وما عرفنا كيف يعني بتكي اشهر نيجاتيف وبدنا نسافره وما في طيران يعني ما بعرف كيف عن جد عناية إلهية يعني كيف وصل علي وكيف قدر لعب هيك يعني ذا هول ثينج كلها صور كانت قصه بينكتب عنها كتاب يعني. اكيد اكيد, أكيد. كثير حلوه في في شيء كاتحاد جرب جربت وقبل عمله. يعني و... سوري عم اطش لا كدا كدا. في اشياء صارت معنا مثلا كان بدنا نثبت كان بدنا ناكد مشاركتنا هونيك وفي ديدلاينز اوكي وما كان في بنزين يعني ما كان ما كنا عم نقدر نفتح الاتحاد على طول لانه الموظفين ما قادرين يوصلوا على الاتحاد يوصلوا. اوقات وقت يوصلوا على الاتحاد ما كان في مزود سو so الاتحاد ما كان في جنريتر Wow. يعني ما ما في يكونوا الكونديشنز اصعب من هيك، يعني كنا نظبط كيف بيروحوا اللعيبه لعيبه المنتخب على التمرين يروحوا كل خمسه بسياره واحده، يعني ما حدا بيعرف شو عينينا توصلنا، ما شغله كبيره اي ذا بيوتي اوف ات شغله كثير كبيره اكيد ايه يعني ما انه في اوقات كنا نروح كنا نروح على الاتحاد مشي ف... ما كان في بنزين ما كان في شيء صار بدك تطلب اكستنشن لمهله ل لاين عطيناك اياه شو بدك تبعت ايميل مثلا انه شو بدك تقول لهم مثلا ما في ما في جنريتر ما فينا ندور ما في, ما في, ال... ما في يعني بنزين قصص ما... قصص 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 ما ما بعرف خير الله ما في يقول اكثر من هيك كتر خير الله بهي السنه نحن عملنا تقريبا الرقم ما بقى براسي بس نحن عملنا 40 الف راب على ابواب الملاعب نحن كنا اول اتحاد بلبنان مشى رجع السبور من خلال راب تست عملناه وجبنا اذن خاص فيه من القصر الحكومي بتذكر ايه آه صرنا يعني عايشين بطلنا نحكي ولا باسكت ولا محاماه ولا انون صرنا نشوف آه قد ايه شو كان اسمها الستة قدي كانوا <applause> كبرت وزغرت وخمس لعيبة منصابين وأربعة مش منصابين قضينا يعني سنة هيك كتر خير الله ولا حدا صار له شيء يعني انه ما صار عنا ما صار عنا ولا حادثة وفاة او حادثة شيء مشيت الباسكت ومن خلال الباسكت مش مشوا الرياضات الثانيه نحن كنا بزكر. اول حدا رد الـ رد الاكتيفيتي بتذكر بتذكر كمان هيدي ستوري كنا الشانفيل بفتكر نص الفريق اكله ونحن بس بخمس لعيبه بفتكر صرنا كمان نجيب صرنا نجيب الـ إيه. الـ الانظمه تبع الفيبا ونجي نحطها مثلا لازم يكون في عندك اكثر من ما بتذكر اذا كانوا خمسه او ست اصابات تيتاجل الماتش مزبوط يجي واحد سنة يصير نيجاتيف يصيروا خمسه لا هوليك أرب... قضينا سنه ونص ما ما بعرف شو هن يعني <applause> بس كتر خير الله يعني احنا كانت كانت ال... قيمه النقل التلفزيوني قبل الازمه قبل الازمه كان بالسنه بيندفع نقل تلفزيوني مليون و122 الف دولار نحن بس رجعنا بعد الازمه بظن باع النهار التلفزيوني بالسنه ب 74000 يعني بس لنفهم شو صار بلبنان اكيد 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 هالقد كان الوضع صعب بتطلع بعد سنه من هيك اول شيء عملناه ردينا كل اللعيبه تبعنا اللي هاجرت لانه في هاي السنه طلعت معظم اللعيبه لعبوا برا رجعت مشيت الباسكتبول وعملنا هجره معاكسه يعني كان الشعب اللبناني عم يعني بهاجر برات لبنان ونحن من خلال الباسكت بول رجعنا شبابنا كلهم رجعنا معظم كوتشيتنا رجعنا قلعنا بهال بهالامور هي هول اكيد بس ارجع افكر فيهم واتذكرهم كنت عم تسالني انه ليه واي واي دو وي دو ات او وات دو وي فيل انه كان يو فيل مور ساتيسفايد انه انه بفضل 100 مره اللي عملناه لبلدنا من خلال الباسكت بول احلى مليون مره من يلي عم يعملوه اهل السياسه باعتقادهم انه عم يعملوا لبلدهم هون عم بيخربوه يعني. اكيد 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 شاربيل ك... كفدريشن كاتحاد في شيء جربت جربتوا تعملوه وما قدرتوا؟ في شيء جربنا في اشياء كانت صعبه يعني مثلا وقت تجنسنا عمري اها انه بلد منه طبيعي يعني بتجنس وما في رئيس جمهوريه و... وهي من صلاحيات الرئيس، لا بفوتوا فيها طائفيا انه لا اوعى يصير الحكومة تجنس محل الرئيس كذا، يعني هيدي كانت تشالنج كثير كبير. أم... شوف شيء كنا حب مثلا احنا كاتحاد كنا من ال... الأوائل يلي طرحنا مشاريع قوانين وسلمناها للنواب وإن شاء الله بالمراحل المقبلة يسمعوا لنا أكثر، يعني لازم نرجع نمشي قوانين الحوافز الضريبية يلي هي بتمشي سبور بكل انحاء العالم <applause> آه، اذا ما شجعت اذا ما شجعت الشركات تو انفست ليخصموا لهم يوم من التاكسز ما بتكون عم بتهشلهم من سبونسر من potential sponsorship شيب هيدي وحده من الاشياء يمكن اللي آه، ما قدرنا ما قدرنا نعملها آه، كان بودنا آه، يكون يعني آه، امور معينه على صعيد اللجنه الاولمبيه لان احنا اتحاد اولمبي وصار صار كثير محاولات هيمنه ومحاولات مشاكل وطائفيه واستبداد وامور اوكي كنا راس حربة اللي عم نوقف بوج هالامور هاي بس ايه ما كانت الامور مثل ما نحن بنطمح لها ان شاء الله بالولايه الثانيه تكون الامور احسن تفيد السبور كله بلبنان عنا طموحات بعد قيد الانجاز يعني فكرنا فيها وهلا بعدنا عم نترجمها مثلا شيء مهم انه نقدر رح نعمر ملعب للاتحاد آه بلوتو رح يكونوا ملعبين مبدئيا حط بعض هدول رح يتخصصوا للفئات العمريه لانه التارجت الاساسي تبعنا يصيروا هالولاد يلعبوا بلس اور ماينس 100 جيم بالسنه اللي يعني كانوا يلعبوا فيها ستة وسبع جيمات هيك منأمن المستقبل اللي منيح هلا بلشت تتحسن الاشياء لانه قدرنا نخرج عدد كبير من الحكام يعني خرجنا 47 وهلا عم نخرج 38 وثلاثين nice. نقدر نلبي كل البطولات وعم نشجع كل الاكاديميز وكل الكلوبز عم بضل في كتير بطولات انت شوفك اوقات أكيد. بتتابع أكيد. وبس اعطيك اكزامبل صغير نحن استلمنا الاتحاد بيعمل 500 مباراه بالسنه نحن عم نعمل 600 مباراه بالشهر با آه انه اذا بتقلي شو عبالي ان شاء الله يعني اذا انكتب انكتب بل... لنا انه نكمل شوي بعد اذا فينا نوصل نعمل عشرين الف ماتش بالسنه يكون اكيد انه اكزامبل لاتفيا بنكون احسن منه احسن منه يعني ان شاء الله this is how i see it يعني الاولاد بحاجه يلعبوا كثير

طورنا الباسكت طورنا اللعيبة طورنا الحكام طورنا كل شيء بس عندنا مشكلة المنشآت الرياضية يعني فيه في في ناس كتير كبير هلا صار بالملاعب اللي قادرة تستوعب هالكم الكبير من المباريات مسكت. عم بسمع هير ان ذير هلا انه بلش يصير في رغبة اكتر وأكثر انه ينعمل ملاعب, ملاعب جديدة وينفضوا الملاعب القديمة الموجودة وهذا الشيء كمان آه قدر يتحسن من خلال نحن لاول مره الاتحاد اخذ البطوله المدرسيه لان كان ينعمل بطولات مدرسيه ما بعرف شو هي يعني ما بحب اذكرها بتشوه الباسكت بقى عم نعمل بطوله مدرسيه تطورنا فيها بسنه واحده من 17 مدرسه للسنه الثانيه دغري قطعت 50 بقى من خلال هال هالبطوله هاي واكتشاف المواهب بالخزان البشري اللي هو المدارس لا مش كل الاولاد قدر تروح على الاكاديميز والانديه بينما كل الاولاد يحن بالمدارس هالمدارس هول تحمسوا عم يرجعوا هن كمان يحسنوا المنشات الرياضيه اللي عندهم سو so بيكملوا بعض كل اللي عم اقول لك اياه هون نشغل اللعبه كلنا سوا ان شاء الله أوه. ان شاء الله ذاتس بيج دريمز بيج دريمز ان شاء الله يتحققوا الحمد لله مثل ما ماشيين uh, هن طموح اكثر ما هن احلام وعم نلمسهم شوي شوي يعني بس جينا عملنا بطوله المدارس اعلنا عنها وكذا كانت شورت نوتس اجوا 17 مدرسه استفدنا منها تنقلعها دغري انه تصير 3 تايمز اكثر باقل من 10 اشهر ات جيفز يو ا جود ساين انه يو ار جوينغ ان ذا رايت دايركشن انا ايش انه هول الاشياء كلهم وكل ما يعني نحن اكرم وانا بنقضي الويكند كله بنروح بنبرم على الملاعب وعلى الاكاديميز وعلى الانديه وبنشوف الاندر 8 والاندر 10 وال12 وكل الفئات والبنات والصبيان وكل العالم اللي بسمعه من الاهل واللي بيسمعوا من ادارات الانديه وبسمعه من اداريه وكوتشيه الفرق يعني بيعطوني انديس كتير حلو انه نحن ماشيين بالطريق The المزبوط وكل هالكوميونتي هيدي مآمنة بهالنهج وماشية بشكل كتير منيح تاخد كلها سوا اللعبة لمطرح تاني اكيد اكيد ساربي انت ك... كساربي الرزق مش امين عن اتحاد او anything else who's your favorite player بلبنان بلبنان قصدي هلا مش هلا 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 مش اوه تايم لا, لا لا, لا, لا هلا هلا, هلأ. بفضل ما جاوب يعني مش حلوه مني جاوب لانه انا ما لي حق كون عم ميز بين لعيب ولعيب ولا على صعيد ولا على صعيد الانديه بتقطع بس هول اللعيبه يفترض يكونوا التوبس تبعنا هن لعيبه منتخب بلدي احتراما لنفسي ما لازم جاوب بس عندي حدا اوكي بس مش لازم اقوله يعني مش اتس نوت نايس اوكي اوكي سبيشلي بتربطنا عليها كثير حلوه فيهم كلهم اند يعني وي تراست ايتش اند افري سنجل وان اوف ذيم سو مش حلو انه يكون في حدا احسن من حدا يعني هلا بنسال ميشو تن تن ما بسترجى <applause> خبره <شوي. تصفيق> سنه طويل ما بعطني كل شيء يا الله <قلد>. ما بسترجى له كل شيء شفت لقطه صارت مشهوره عن ميشو وقتها كان مع بفتكر ابنه لاليم شنطة <applause> بالتراس الحكمه ما بس واو عن جد واو يعني وقتها يو سي ذا باشن انه بالصغار هالقد يعني لا yeah, لا they love the game uh, كل الوقت وحمد لله يعني انا من هون بقول لكل الاهالي انه ما تخافوا اولادكم وليتكن... يتعلقوا ويكتروا باللعبه اكيد اللعبه ما بتلهيهم عن درسهم مثل ما البعض بفكروا بشكل غلط بالعكس باسكت بول بتعلم الديسبلين وبتعلم إيجوت تايم يعني بيقدر يكون متفوق باثنين ومن احلى أكيد. ما يكون اكيد الباسكت هي المطرح الصحيح تيبعدوا طيب الاولاد عن كل الافات الاجتماعيه البشعه أكيد. اللي معقول يروحوا عليها بقى ما تخافوا من هالشيء يعني بالعكس شجعون ودعمون خصوصا اذا عندهم هالباشن واذا عندهم دريمز فيها نموا لهم اياها يعني اكيد Once upon ابون تايم اي didn't have ذيس support. انستد كانوا اهلي يعني بيي الله يرحمه اكثر شيء ما كان يقدر يستوعب هالموضوع الاولد سكول, سكول كانوا غير تركيا اكيد اكيد وكان الموضوع يعذبني كثير يعني كان بضحك يعني انه اذا فينا نخبر نكت يعني عن هذا إيه الموضوع بس انه <applause> مش مهضوم ما من انه شيء منيح بالعكس لازم ندعمهم للاولاد ونشجعهم انه يروحوا لبعيد اكيد يعني انا كنت كل ما بدي روح العب باسكت بدي سمع الجريده <applause> راندملي يعني بدي يكون دارس جريده النهار وحافظ سمع. <applause> حافظ شو فيها بدي انسال سؤال راندملي مثلا شو صار بالصومال اليوم اذا ما عرفنا ما بنلعب باسكت واو <applause> <applause> انا هلا كنت... فادتني هيدي باللغه العربيه مع الوقت انه كل يوم عم بقرا جريدة من عمر 12 بس ما كنت مضطر اعمل كلوت على باسكت يعني. اكيد انا كان يخبرني بي انه كان يظهر من البيت بلا ما يسكر البيت تا ما يسمعه تا يقدر طيب يروح يروح أه. على الانبه أه؟ أكيد يعني أكيد. كلنا عانينا من هذا الموضوع أكيد بقى هلا آي ثينك اور كيدز ار لاكي انه ذي هاف اور سبورت أكيد سو so عندهم ا بيجر شانس تو تو ريتش ذي دريمز يعني و ثانك يو فور ذا فدريشنز لأنه عن جد يعني أنا وقت بلشت باسكت هون بلبنان uh, ما كنت ألعب جيمات يعني هلا ذي هاف ذس ذس بلاتفورم تو شو كيس شو عندهم و بدنا بعد أكيد يعني قد أكيد. أكيد. ما بتقلي شفت إذا إذا اذا بيجي حدا من الاهل بيقول لي ثانك آه، يو مع انه في منهم بيجوا بصيروا يعني عن ضحك بيقولوا لنا انه ما تركيلنا لنا ولا ويك اند لا فينا نسهر ولا فينا نروح نحرك <applause> ولا <applause> شيء لانه بيقضوها ياخذوا اولادهم وجيبون على الملاعب انا بنبسط اكثر يعني بس شوفهم هيك هالشيء بفرحني بس اذا بقدر شوف اولاد عم يلعبوا نون ستوب يعني كل الويك اند باسكت 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 هيدا الشيء انا مأكد بسرعه رهيبه يعني بسنه او بسنتين رح تروح الباسكت بول لمطرح كثير مختلف يعني مزبوط. رح يصير لبنان بلد كرة سلة بامتياز بامتياز مزبوط. مزبوط. وعنا بروجيكت على صعيد اتحاد نحن هلا عم, عم نشتغل على بروجيكت نقدر نجيب عدد كثير كبير من السلات ونتفق مع بلديات لبنان تنوزع هالبانيات على كل المناطق آه عنا مطرح تاني تنوزع الطبيعة على كل البلديات يعني احنا عنا هاجس انه ما يبقى ولا شخص بده يلعب كرة سلة وما قادر يعني هاي شغله بتقهرنا كثير يعني ما ومن هون بقول حيالله حيال حدا عنده هالرغبه او عنده هال هالشغف هال للباسكت اكيد انه الاتحاد قدامه يعني ممنوع ولد يكون زعلان او ولد ما قادر يلعب او ولد أه عم بيواجه اي مشكله يعني الاولاد عنا هن خط احمر هن مستقبل اللعبه وهن الاولويه لنا مزبوط شربل انا ماي تايم هاز كوم Uh, I'm gonna introduce Maria on set. Hi, ماريا. Yeah. <applause> 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 <صفيق> <applause> أول شيء مرسي كتير لأنك معنا هون وthank you على الفاليو يلي كنتوا هلا عم تحكوا عنها بعتقد في كتير عالم بيحضروا باسكت كنتوا بس في كتير قصص يمكن نحنا ما بنعرفها كتير مهم إنه نكون نحنا عم نتعلم عن هالقصص اللي بتصير. مزبوط. <applause> <applause> behind the scenes. Uh, thank you إنكم ضويتوا عليها لأنه مبسوط إنه هالبودكاست بالذات يعني تضوى على اشياء يوجوالي ما كتير بتضوى عليها بس نحن عن جد ذيز ار اور مين كونسيرنز واصلا هيدا هو الهدف يمكن من بي اي از ان ابلكيشن مزبوط ليه انتم نقيتوا بي اي تتكون الاوفيشال اب تبع الاتحاد؟ هي القصه شوي طويله بس المهم فيها الاساس فيها انه الجروب اللي عم يشتغلوا فيها عملنا اكثر من قعده و... واكثر من برين ستورمينج توجذر ووجدنا عندهم كل الفاليوز وكل الفيجن وكل يعني كل المحبه والاخلاق وهالكومبينيشن هيدي اللي خاصه بالباسكتبول نحن لقينا حالنا فيهم وهن لقيوا حالهم بالاتحاد فمشان هيك قدرنا نكون بحكي قليل عم نقدر نعمل نفس الانتاجيه صح وانا بشوف هيدا الشيء يعني هلا الطريقه اللي كنت عم تحكي فيها يو هاف ا لوت اوف هارت بالشيء اللي انت عم تعمله، وهذا ذات الشيء بيترجم بالفريق العمل تبع ال بي اي و... هيدا هو اللي لمسناه، وهذا هو اللي حبيناه، واخر شيء ولا ال بي اي ولا يعني ولا اعضاء ال بي اي ولا اعضاء الاتحاد جايين ياخذوا من اللعبه شيء، صح نحنا بيجمعنا هو الباشن لهاللعبه، بيجمعنا هو الفيجن اللي اشعينا كلنا سوا كيف بدنا نطورها ونبينا احلى، و و واللي بيجمعنا لهالشيء هو الكريديبيلتي اللي اتنيننا عم نسعى انه نفرجيه فبشان هيك بيشبهوا بعض البي والاتحاد ونحن وي ار براود انه تكونوا انتم شقفه منا يعني ونحن كمان uh, speaking اوف هارت وقت تكون هالقد عم تعطي من قلبك لشيء يمكن تتاثر اكثر وقت يصير معك مشاكل ان كان مثلا بدك تطور شغله ما خلوكم تعملوها او ما كان في ما كان في شيء عم مساهمة انكم تقدروا تطوروها وقتك كثير معكم مشاكل مثل القصص يلي صاروا مثلا بوقت كوفيد وقت وقت الفيول وقت الجينريتر كيف بتتعامل انت مع هيدي الصعوبات اللي بتجي ليكي وقت تكوني مقتنعه انه عم تعمليه صح فيك تتخطي حالة الاوبستكل يعني فيك تكوني وهي قوه لبناني بعتقد يعني بس تحطيه بهال بتحطيه بهالكونديشنز هي بينتج يعني بيقدر يعطي منيح هيدي ما بتقهرك كثير اكثر شيء اوقات ما بتتوفقي بترجعي بتحاولي مره تانية بتظبطي هذا الموضوع اللي بيقهر هو الانجراتيتود اللي بيقهر هو الجحود يعني واللي بيقهر هو الشباب الطيبة اللي ناطرينك على الجوع ومش كرمال الانتقاد ما في اي مشكله فيهم هول بتقطعيهم ياللي يلي يلي ناطرينك بس يقولوا لك أه... قومي تنقعد محلك صح. اللي بيزعجوا هوليك ما بيزعجوا ما في مشكلة يعني ما بعرف يمكن قطعت شي مره ريسنتلي على بودكاست بس هاي شغله كثير مهمه الناس ما بيعرفوها منيح كنت عم تساليني انه وقت نزلنا على القصر الحكومي والأبستيكلز انا كنت نازل انا واكرم لحالنا و... ويعني اثنين عملنا بي سي ار تنقدر نطلع بنفس السياره وقتها ونزلنا وصلنا على القصر الحكومي لانه كانت اللجنه يلي خاصه بالكورونا بيست هونيك بقى نحن وطالعين على الاليفيتر هو لقط قلبه اكرم وهو بيشتغل بال بيشتغل بالادويه يعني كثير مثقف طبيا فجمدت انا وجهه ابيض قلت له شو بك؟ قال لي بعتقد اكلتها قلت له شو اكلتها يعني؟ مم. قال لي صار معي شيء بالقلب يعني الطريقه اللي الوجع اللي حسيته منه نورمال دغري انا طلعت وقلت له يلا انه على المستشفى قال لي ابدا الساعة 11 كان 11 إلا 5 قال لي بنطلع بنخلص اجتماع بنجيب الأوكي إنه نمشي اللعبة وبعدين بروح على المستشفى وهيك صار وثاني نهار حتستنى ستاند واو أه. يعني عم تعطي من قلبك عن جد إيه هالصبرية الخبرية واو يعني هيدي ترو ستوري صارت معنا بأسوأ ظرف يعني آه. اول شيء الحمد لله على السلامه يا بريزيدان <applause> هيدي آه، الصعوبات اللي كنت عم تقطعوا فيها اثرت شيء على البلايرز بالطريقه اللي كانوا هن عم عم بيلعبوا فيها او على ادائهم على الليفل تبع الاداء تبعهم آه، شو ما اقول قليل على نوعية الأخلاق وال... والإدمية والاندفاع اللي عنده إياها اللاعب اللبناني م. على الغير اللي عنده إياها على الباسكت بول اللبناني يعني قد ما أقول عنه إن هو الشباب قليل يعني هني عطول كانوا سابقيننا وطاحشين قبلنا أول سنة وتقررنا كلنا سوا نضحي للعبة وقت عملنا الليغ بس باللبنانية ما حدا سأل عن شيء ولا هني ولا الحكام ولا ستاتستشنز ولا امن الملاعب، كل العالم نزلت قاتلت باللحم الحي، يعني ما حدا سأل عن شي، ما حدا طلع شي مصاري من كل اللي سميتلك اياهم انجا يعني كل العالم اشتغلت لمحبة لعبه وهيدي ساعدت كلها سوا انه نرجع ننهض فيها، فايه تعذبوا اللعيبه اكيد، ما كان كان ممنوع يفتح الملعب تيتمرن، يعني <تصفيق> <تصفيق> كان طالع قرار من الدوله باقفال الملاعب، ايه بس كل هالجهود هيدي اول توجذر قدرت رجعت قومت اللعبه اكيد انه اللاعب اللبناني له فضل كتير كبير مثل ما الحكم اللبناني له يعني كل هالستيك هولدرز هول مع بعضهم كل واحد شد من ميلته وقدرنا ننهض كلنا سوا باللعبه م. ومثل ما عم تقول كل الستيك هولدرز يعني كمان الكيمستري بالتيم اون كورت لازم تكون قويه وكيمستري برات التيم بالمانجمنت لازم تكون قويه دفين. يعني ذا فاكت انه انت والبريزيدنت بتمشوا على نفس الموجه قديش هيدا الشيء عن جد عم بيساعد يعني كتيم ميتس قد عم بيساعد هيدا الشي الفدريشن هلا بالهيئات شي... اللي عندكم اياها هيدا الشيء سوبر اساسي للنجاح هيدا الشيء آه... اله كريتيريا يعني اول شيء هو المحبه م. وثاني شيء هو الثقه اوكي وثالث شيء هو الفيجن ال ال الموحده يعني انه ما بيعود لانه بيصيروا الاشياء الصغار ما بتعود توقفي عندهم يعني في فيجن موحدة في كل واحد عارف حاله وين دوره ما حدا يعني ما حدا بيزعج التاني ما حدا بيتطاول على التاني ما حدا عنده نية يقعد محل التاني يعني هول الاشياء البشعين اللي اكتر شيء بتشوفيهم بالسياسة يعني هول الميزات السياسية من مكان حتى عن أه أه ايه بس هدول الحمد لله مش موجودين عنا ك كمجموعه مشان هيك البرودكتيفيتي تطلع احسن صح يعني اجباري تطلع احسن م. بيصير لانه مش معناتها انه ما بيصير كل يوم ديسكشنز كل يوم برين ستورمينج اوقات هدول كلهم بمطبخنا الداخليه كل الوقت بنعملهم بشكل ايجابي م. مش بشكل تنعلم مع بعض او تنحط عصي ب, ب... بدوليب بعض ولا ما في منها هيدي لانه كلنا سوا بنعرف انه وي هاف وان تارجت وي هاف وان جول وي هاف ا mission تو اكومبلش that's it. That's how we do it. لاف ذات قد مهم هيدا الشيء عن جد آه، وقت يصير في خلاف بين فريق وفريق بالملعب مثل وقت صار مثلا مع شانفيل وهومنتمن كيف تستعمل انت مهاراتك او خبرتك بالمحاماه تقدر تاخذ اجراءات او قرارات بهيك بهيك سيتويشن ليك ثانك جود انه نحن آه يعني اكتسبنا مع الوقت ذا تراست اوف ذا تيمز يعني هن ذينو انه نحن ما بنظلم يعني نحن تقدرنا بتينا بهيدا الكونفليكت اللي صار نحن رحنا جبنا كل الفيديوز من كل الانجلز من من كاميرات الملعب ومن كاميرات الام تي في ومن عالم صورت شو البلاس فمن ومن ومن اخذت investigation اراوند 6 اورز واو اوكي أه, على اكران كثير كبير كل واحد لوحده كل واحد شو اسمه كيف صار ليش ابو طقه طلع لفوق ليش لحقوا اكس ليش إجراج نزل مين الشخص اللي إجا ضرب باتريك بو عبود غدره يعني فتنا بكل ديتيل مشان هيك وقت طلع القرار وقت شغلك مزبوط وتحكمي بخوف الله يعني اهم شيء تحكمي بخوف الله ما تحملي ضميرك يعني احيانا الحياه بتكتب لك انه يكون عندك سلطه تاخذي قرار مهم وقت الله يعطيك هاي السلطة ما تظلم العالم لأن وان داي رح تكون أنت محطوطة بمطرح وغيرك عم يحكم بيقدر هو يظلمك يعني ما نحن وقت عملنا القرار بخوف الله إجينا تقدير من إدارة الهومنتمن وتقدير من إدارة الشانفيل وقت عرفنا أنه نحن عملنا ضميرنا صح يعني اللي تعاقبوا من الشانفيل عرفوا أنه they deserved هيدا العقاب واللي تعاقبوا من الهومنتمن عرفوا أنه they deserved this يعني صار انسيدنت ما فيك ما تعملي شيء انت عليك تحمل لعبه عليك تحمل لاعبين عليك تعملي كل شيء مثل ما هو لازم والحمد لله يعني حكمنا بضمير وكل واحد اخذ حقه مزبوط الانسيدنت اللي صار بوصل بين جمهور الحكمه والرياضه انتم كنتوا اخذتوا زيت القرار اللي اخذوا اخذته الفيبا تجاه تجاه رياضه يعني مبدئيا لك ما لنا حق نحن نقيم بادي اعلى منه يعني اخر شيء في ايجيا هو نحن وي ار بارت اوف في ايجيا آه. بس انه نحن اللي شفناه على ارض الملعب نحنا دخلنا اكرم وانا دخلنا قد ما بنقدر بمونتنا على الانديه نحن ما سلطه بوصل بس حبينا انه نحكي مع الناديين نقلل هالتنشن ونقنعهم انه يكملوا المباراة مثل ما هو لازم هالبارت اللي نحن توليناه عملناه مزبوط بهالعشر دقايق اللي دخلنا فيه واتليست تكمل الماتش وإدارة الناديين يعني الرياضي أو الحكمة إدارات واعية كتير صح وبنسق مع بعض كتير وبنسقوا مع الاتحاد كتير ومثلهم مثل كل ادارات الانديه الثانيه بيروت وهومات من وشانفيل وانترانيك ما بدي انسى حدا وهوبس نحن عائله وحده بننسق مع بعض بشكل يومي بكل ديتاي فهدول كلهم اسس كتير اساسيه لحفاظ على اللعبه واستمراريه اللعبه ما ما في يعني هاو تاي بيصير اوقات بيصير اشياء يا ريت ما بيصير بالمره بس ما بيخلى الامر بس ما ما بيمنع انه ببلد مثل لبنان بالتنشن الموجوده بهلا على الطريق بيصير 20 مشكل اكثر من اللي عم تشوفيهم بين وقت والتاني بملعب باسكتبول باسكت بول مع كل الادرينالين العالي اللي بيكون ومع كل التنشن اللي عم بيكون الحمد لله يعني اذا بتشوفي لناخد سيرية طلعوا من مشكل وقت هومات من وشانفيل رجعوا التقوا مع بعض بالفاينل ايت كلمة وحدة برات الطريق بس مزبوط. مزبوط. مزبوط يعني ما اذا بتشوف انه شانفيل خسروا اردن مثلا الجيم ولا اهزب يعني ما فيك يعني one وان سنجل ميستيك ما في لا يعني. مزبوط وانا يعني مثلا بظهر من الملعب <applause> كان الكلب هومات الكل بيلعب كانوا اولاد عم يتطوروا معهم يعني انتبهت انا وفالل مزبوط ونحن هالقد يعني مرتاحين بنوصل بين الناس ونفل بين الناس الحمد لله يعني ما لا الوضع كثير منيح انا كثير ساتسفيت بهالشغله بعتقد وقتها عن جد تكون عم تاخذ الاجراءات المزبوطة وتكون فيري فير خلص انت من 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 هالمنطلق دغري عم تحمي كل شيء غير معقول يكون عم بصير لانه خلص اتس افير ديسيجن اللي يعني عم تاخذ مثل هلا مثلا بالبلد حدا يغلط ما بيعملوا له شيء ساعتها كلهم بغلطوا إيه. اذا لا عن جد غلطوا وتاخذ اجراءات تاخذ الاجراءات اللي المفروض تتاخذ ببطل حدا ساعتها 100% مية مية. بس عم لك انه بهيدا بس اعطيت هيدا الاكزامبل انه اوكي خلص خلصنا فلان طلع عليه حق هالقد فلان عليه حق هالقد هيدا غلط هون اللي حابب يسال في عالم تلفن وسالوا انه ليش صار معي هيك شرحنا له انه بهالوقت انت عملت هيك بهالوقت انت عملت هيك شو كل واحد عمل شيء وكان في كونسيكونسز يعني بدي اروح عند صغار هلا قد عم بتحطوا افرت وقد عن جد بحب شوف قد الاتحاد عم بحط افرت على الاندر 18 والفئات العمريه تبع الصغار لانه من هون فيك تعرف الفيوتشر تبع بول. بلبنان هول شغلنا شغل يعني هول اولويتنا مبين عن جد صار لنا تشانس بعتقد كنت تحت انت على الفينال تبع الماد ليج نزلت لا 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 شغله كبيره يعني كان جيم بياخد العقل اندر 16 ب بي... عند امير باكاديمي بي... الرياضي ار اه. بي اي بي... قعدنا حضرنا جيم كثير حلو راح اوفر تايم ات واز ذا فاينل وراح اوفر تايم فرحه يعني nice. شغله كبيره كثير بنفس النهار قبله كنا عم نحضر جيم للاندر 8 في اندر 8؟ ايه هول 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 قصه كبيره يعني هول هو في في احضرهم كل الوقت يعني ما 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 بوقف يعني السكيلز اللي عندهم والبوتنشل اللي عندهم ليش اللي, اللي بيعملوها ما بتوقع واحد هيك بنت او صبي بهالعمر يعملوه ايه مش هيك عم اقول انه انا مأكد انه ذا فيوتشر از سيف يعني انا بس اجي اقول انه نحن باتحاد آه لبنان اللي هو بلد صغير عندنا حوالي العشرين ألف ولد قاصر مسجل عندنا كلاعب يعني م. عم نحكي برقم عم نحكي برقم كتير كبير صح وكونوا اكيدين رح يزيد ويزيد يعني اذا بسال أكاديمي على شو يا جماعه كيف شايفين كلهم بيقولوا لنا مدوبل شغلنا متربل شغلنا في عالم هيك بتطلع بالمدارس شو عم بيصير بيقولوا لنا وينك وين الباسكتبول عم تكون هي اللعبه الاولى أولى. بسال بمحلات سبور شو عم بيصير بعرف قد في استهلاك للايكويبمنتس تبع الباسكت لطبيعه الباسكت يعني هيدي اندستري كامله ماشي بشكل كتير حلو بتطلع بلاقي اللبناني قد عم بيكون محترف وقد عم يعمل انجازات على صعيد الحكم اللبناني قد عم بيكون الاحسن بالمنطقه الستاتستيشنز تبعنا هن الاحسن بالمنطقه بيجي بتطلع على الفيزيوثيرابيست تبعنا الفيزيكال ترينرز تبعنا يعني عم بيكون اللبناني عم يعطي احسن انتاجيه بكل الفيلدز يلي موجودين ضمن الباسكتبول فهذا فخر كثير كبير وعم تبنوا بلد لانه خاصه هلا ذا فاكت انه عرفت انه في اندر 8 اندر 8 50% من شخصية الإنسان تنبنى من عمر الصفر لسبع سنين، إذا عم بتعلمه الديسيبلين عم بتعلمه كيف يشتغل مع فرق بفريق، عم تعلمه كيف يعمل كوميونيكيشن بين العالم وبين الكوتش، عم تعلمه كيف يكون عنده ريسبونسبيلتي، كيف هلا عم شغلة كثير مهضومة، نحن مش مستحب كثير قبل السكس يلعبوا از يتمرنوا، مم. بيلعبوا اندفجوال، ليه؟ لأن يقال إنه وقت الطابع الطابع راسهم وكذا بيعملوا تروما صح بقى هلا في لاين عم ينعمل جديد بينزلوا للايدج اوف 2 و 3 ومعظم التمرينات تبعهم بيكونوا بدون طابه يعني أجلتي سترينث ام سترينث هلا عم ركز عليها انا واكرم لانه نسرين دندن هي عم تشتغل اكثر okay. على هديتي عم نلحق ونركز عليها it مايت بي اور نيو لاين هلا قريبا نايس انترستينج واو هيك نكون كمان رحنا لابعد اكيد بالصغار الله يوفقكم عن جد ثانك يو يس انا دان يو دان واول هيدي من اول مره بقول لها ماريا وي غات ا كات سابيل ثانك يو سو ماتش فور يور تايم عن جد تو داي سيركم انه ات واز ا فيري امبورتنت ابيزود لعالم يعرفوا عن جد فور فور ذا يونج كيدز يونج جينيريشن يطلعوا و انه الاتحاد ان شاء الله يكمل The way they're doing it yeah keep your great work oh, you have all our support and all our trust yeah, I think thank, on you. Al thank you and maria thank you. thank you so much Merci do we have any giveaways no giveaways <laughs> <laughs> thank you guys it's a wrap